السلام عليكم. بلاش عبد الصمد ابن مدينة بركان. انا واحد من الناس اللي متبع الفيلم ديال هذا المتهم بانه كان يتحسف تراقي شرعي. هذا الشخص هذا يعني واحد الشخص اللي خذا واحد الضجه اعلاميه عبر الربوع الوطن بالمغرب وخارج خارج حتى خارج الوطن. غير اللي بغيت نوضح لكم من خلال الجريده ديالكم هو ان هذا السيد هذا هو جاء من اوروبا غير معروف مدينه بركان، يعني حتى ان ابناء مدينه بركان ما كيعرفوش. كيستغل واحد المنزل ديالو مازال حديث البناء في واحد الحي هنايا، كيستغل غير الكراج ديال المنزل، كان يسيد الزبائن ديالو الزبونات ديالو بطرق مختلفة، ربما عن طريق السيارة ديالو، ربما أنه عايش في أوروبا، ربما لأن السيارة ديالو حتى هي كتملك يعني ماتريكول أجنبي، ربما ما عرفناش كيفاش أنه كان يستغل الضحايا ديالو، لأنه حتى هو داخل الحي، لأن أنا ابن الحي ديال الحي المحمدية، فين كان يسكن هذا السيد أو فين كان يستغل هذا السيد هذا، حتى واحد من الحي ما كيعرفو. واغلب السكينه كانوا قدموا شكايات عديده للسلطات على ان هذا السيد هذا كان يسكران وكان يجيب البنات وكذا، وعده شكايات تقدموا للسلطه، ولكن لا حياه لمن تنادي. والجيران يعني اكثر من مره كانوا يتصلوا بالسلطه لان السيد هذا كيسكر وكيستغلك المحل ديالو الاغراض غير 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 اخلاقيه، ولكن يعني حتى تفجرت القضيه انه تم القبض ديالو لانه كان يصور البنات اللي كان يستقطبهم للمنزل ديالو. ومن بعدها الجرائد الوطنيه اخذت الموضوع بعد سياق اخر ومشات بعيد بانه هناك 1500 ضحيه، وهنا كان يبيع يعني الافلام ديالو للدول الخارج دول اجنبيه. هذا لا يستلزم من الصحه. انا لا ادافع عن مدينه بركان، ولكن انا كمواطن سواء كنت بركاني او اي مدينه في المغرب كندافع على المغرب ديالنا. يعني هذا الشيء مبالغ فيه، والضرب في الاعراض ديال النساء ديال مدينه بركان هذا الشيء يعني يقزز صراحه. نقول انه جرائد وطنيه كان خاصها يعني تختار العناوين المناسبه باش انها على الاقل من طرح الموضوع تطرحوا بواحد الموضوع جاد وموضوعي. اي واحد عبر الربع المغربي وهنا في مدينه بركان ممكن انك دير غير جوجل وتدخل المواقع الاباحيه سواء العربيه والاجنبيه، وغادي تعرف لانه ما يمكنش، لانه لا كان يستغل الفتيات واستغل الضحايا ديالو. اول حاجه الا تلونس هذا الفيديو غادي تبارطاجا بلا ما بلا ضجه، لان المغاربه معروفين انهم من اكثر اللي كيدخلوا المواقع الاباحيه، وهذا عبر استطلاع الراي ديال جوجل. يعني هذا انه كان يبيعوا الى اخر، هو اصلا كيقول حسب التصريح ديال الفتاه انه كان يعطيهم واحد الماء وكان يخدرهم. يعني لا صور علاقه جنسيه مع اي فتاه ولونصها يكون اول واحد مهدد بالخطر هو، لانه غادي الوجه ديالو غادي يبان والضحيه غادي تبان. علاش انا كنقول لك اودي هالقضيه ديال انه كان يبيع الافلام الجنسيه الى مواقع اباحيه لا يستلزم من الصحه وشيء مبالغ فيه. هناك بعض الجرائد خدات الموضوع بواحد الناحيه انها باغي تزيد عدد الزوار، باغي تكسب كما نقولوا بعض الجامات وبعض، لانه كان اللي كيستعمل جوجل ادسنس حاول انه كما نقولوا يكسب الربح المادي من طريق هذا المقال هذا اللي بغينا ناكدوا له. حنا لا ندافعوا عنه وما ندافعوا على كل مدنم. حنا كابناء مدينه بركان كنتمنوا ان القضاء ياخذ مجراه وان المسار القانونيه تكون يعني عادله. اذا كان مذنب كنتمنوا له اقصى عقوبه، ولا كان يعني هناك خلط في الموضوع، لان قبل كانت فجرت القضيه ديال الحمام ديال عده، وان صاحب الحمام كان يصور النساء داخل الحمام، ومن بعد التحقيقات ومن بعد التحريات اكتشفنا ان القضيه مجرد ادعاء من واحد السيده كانت تشتغل عنده وتم الطرد ديالها. علاش انا كنتمنى ان الانسان يكون موضوعي في النقل ديالو، وهذا اللي شجعني ان انتم جيتوا اتصلتوا بيا واتصلتوا بابنا من تركان، هذا كيد انكم انتم باغيين تاخذوا الموضوع ديال هذا المتهم هذا بالشكل اللي تبينوا فيه الحقيقه الناس، عكس ما قامت به بعض الجرائد اللي كنقول كودي وطنيه ولكن هي ليست بوطنيه. ما الجديد في القضيه دابا؟ الجديد في القضيه انه حاليا يتهم المتهم في مدينه وجده متابع جنائيا. الملف هناك سريه تامه، يعني حتى اننا حاول التجار في البشر، تصوير افلام جنسيه، يعني هذا الشيء يقال ويسمع ويحكى، ولكن الحقيقه لا يعلمها الا رجال الامن والقاضي. يعني حتى انك باش تطلع الملف غير مسموح. ان حتى الاخوه اللي تم القبض ديالهم حاولنا اننا نعرفوا المعلومات من خلالهم، لانهم حتى هما كانوا متهمين، لانهم هما اللي ضربوه، تلاقينا انهم ما عارفينش شنو قال في المحضر ديالو هو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.